بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الثانوية العامة، طلاب الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله هنراجع النهاردة مع بعض مادة المنطق، وهنستعرض أهم الأسئلة إن شاء الله. هنبدأ طبعا بأسئلة الموضوع الأول اللي هو الاستدلال الاستقرائي وتطبيقه في العلوم الطبيعية. ممكن يجي لي سؤال يقول لي عرف علم المنطق، أو يجي يقول لي يعد الاستدلال أهم موضوعات علم المنطق دل على ذلك. طيب هنلاقي إن علم المنطق هو علم الاستدلال، المنطق هو علم الاستدلال. يعني إيه المنطق هو علم الاستدلال؟ يعني أهم موضوعات بيدرسها المنطق أو أهم موضوع بيهتم المنطق بدراسته هو الاستدلال، ولسه هنعرف طبعا معنى الاستدلال دلوقتي. طيب، أو هو العلم الذي يدرس المبادئ أو المناهج المستخدمة للتمييز بين الاستدلال الصحيح والاستدلال الغير صحيح. يعني المنطق بيديني قواعد أو قوانين أو مبادئ بحيث أن أنا أقدر أفرق كويس جدا بين الاستدلال إزاي يكون استدلال سليم خالي من الأخطاء، وبين الاستدلال اللي هو الخاطئ اللي فيه بعض العيوب أو النقائص. طبعا هنا يعني لو جينا نتكلم على الاستدلال او الحجج، هنلاقي ان هي بتنقسم لاستدلالات او حجج استنباطية، ودي بنصفها انها حجج صحيحة او انها حجج فاسدة او باطلة. لكن الاستدلال الاستقرائي او الحجج الاستقرائية لما بنيجي نحكم عليها بنقول عليها انها قوية او ضعيفة. طيب انا قلت المنطق هو اهم موضوع فيه الاستدلال، طب ايه موضوع الحجة دي؟ هنلاقي في ملحوظة مهمة جدا جدا هنا بتقول ان الاستدلال والحجة لفظان يكاد يكونوا مترادفان رغم وجود طبعا بعض الاختلافات الطفيفة بينهم. يبقى ده المقصود بعلم المنطق. طيب احنا كنا قلنا ان المنطق هو علم الاستدلال، طب ايه هو معنى الاستدلال؟ يعني ايه الاستدلال؟ انا لما بستدل بعمل ايه؟ الاستدلال هو العملية العقلية التي نستخلص من خلالها النتائج، أو ممكن نقول عليها أنها برضو العملية العقلية اللي بننتقل فيها من المعلوم إلى المجهول. يعني إيه؟ يعني مثلا أنا لما ببص كده من الشباك ولاحظ ابتلال الأرض وابتلال السيارات وابتلال الأشجار، أكيد هستنتج نتيجة معينة هنا أو هستخلص نتيجة من ده كله، وإيه هي؟ إن ده حصل كله بسبب سقوط الإيه؟ المطر، رغم أن أنا ما شفتش المطر لكن استدليت على سقوط الايه؟ المطر من خلال بعض الظواهر او الشواهد. طبعا الاستدلال منذ ارسطو وحتى الان بينقسم لنوعين زي ما قلنا، استدلال استنباطي واستدلال استقرائي. الاستدلال الاستنباطي هو استدلال لا تتجاوز نتيجته ما جاء بمقدماته. يعني ايه لا تتجاوز نتيجته مقدماته؟ يعني النتيجة في الغالب بتكون أقل من المقدمات، بيبقى بنحكم فيها على عدد أقل من اللي بنحكم فيه على المقدمات، أو كحد أقصى يعني إن هي ممكن تساوي المقدمات زي ما هنشوف بعد كده. لكن في النهاية هنقدر نقول إن الاستدلال الاستنباطي ده بينتقل من العام إلى الخاص، حتى بعض المناطق كانوا بيقولوا عليه إن هو استدلال هابط لأنه بينتقل من العام إلى الخاص. زي إيه كده مثلا؟ يعني مثلا عندنا في الأمثلة زي ما هو موجود قدامنا، لو أنا جيت قلت كل إنسان فان، أنا بحكم على كل البشر إنهم فانون هيموتوا. طيب ونبيل إنسان، إذا نبيل فان، يبقى أنا دلوقتي انتقلت من العام إلى الخاص أو من الكل إلى الجزء العام اللي هو كل البشر أو كل إنسان، الخاص اللي هو الشخص اللي اسمه نبيل فقط. طيب لو جينا نتكلم على الاستدلال الاستقرائي هنلاقيه عكسه خالص. يعني الاستدلال الاستقرائي ده نتيجته بقى تأتي أكبر من مقدماته، يعني بتضيف أزيد من اللي كان موجود في المقدمات كمان، عشان كده هو بينتقل من الخاص إلى العام على عكس الاستنباط اللي كان بينتقل من العام إلى الخاص. لا، الاستقراء بينتقل من الخاص إلى العام. وليكن مثلا أنا قلت الحديد يتمدد بالحرارة والنحاس يتمدد بالحرارة،
والذهب يتمدد بالحرارة. إذا كل المعادن تتمدد بالإيه؟ بالحرارة، لأن أنا دلوقتي من خلال دراستي لثلاث أنواع فقط من المعادن زي الحديد زي النحاس زي الذهب، بما إن المعادن خواصها مشتركة يبقى أنا هقدر أحكم بنفس الحكم على باقي المعادن الأخرى اللي أنا ما قلتهاش في المقدمات بتاعتي. يبقى ممكن يجي يقول لي ميز بين الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي مع أمثلة، طبعا الأمثلة ضرورية ومهمة جدا في المنطق بتاعنا. أو ممكن يجي يقول لي السير الفكري في الاستدلال الاستنباطي معاكسا للسير الفكري في الاستدلال الاستقرائي، طبعا العلامة صح وهشرح الفرق ما بينهم مع الأمثلة. أو ممكن يجي يقول لي نقطة واحدة فيهم، يعني مثلا ممكن يكلمني على الاستدلال الاستنباطي لوحده، يقول لي مثلا الاستدلال الاستنباطي هو استدلال ينتقل من الخاص إلى العام. غلط، احنا لسه قايلين من العام إلى الخاص، وهكذا بتبقى نوع الأسئلة اللي موجودة في النقطة دي. طيب احنا موضوعنا بيتكلم على الاستقراء. أرسطو لما جه عرف الاستقراء لنا هو البرهنة على قضية كلية بالرجوع إلى الأمثلة الجزئية التي تؤيد صدقها، أو باستخدام أمثلة جزئية تؤيد صدقها، زي ما عملنا في المثال اللي فات اللي هو بتاع الحديد والنحاس والذهب، دي أمثلة جزئية. احنا برهننا بيهم او اثبتنا بيهم قضية كلية اللي هي بتقول كل المعادن تتمدد بالايه؟ بالحرارة. عشان لو جه قال لي حدد مفهوم الاستقراء عند ارسطو، هقول له هو البرهنة، يعني اثبات قضية كلية باستخدام امثلة جزئية تؤيد صدقها. طبعا ارسطو قسم لنا الاستقراء ده لنوعين، هنشوف الفرق ما بينهم دلوقتي. هنلاقي ان الاستقراء التام نبدأ بيه هو البرهنة على قضية عامة بفحص كل الحالات التي تشملها، هو البرهنة على قضية عامة ازاي؟ بفحص كل الحالات التي تشملها. تعال ناخد مثال، بس طبعا قبل ما ناخد المثال في ملحوظة بتقول ان كثير من علماء المنطق اعتبروا الاستقراء التام ده نوع من الاستنباط، لانه هنا مش بيضيف شيء جديد، النتيجه هنلاقي في الغالب انها مساويه للمقدمات، يعني ما ضافتش حاجه جديده عن اللي كانت موجوده في المقدمات. يعني مثلا دلوقتي لو احنا استنتجنا من خلال فحص جميع قارات العالم المعروفه وجدنا ان كل قاره فيهم بها بحر مثلا او اكثر، فحكمنا وقلنا ان كل قارات العالم بها بحار. طيب احنا كده ما ضفناش حاجه جديده، اللي احنا شفناه في المقدمات هو اللي قلناه في النتيجة. بمعنى كده ان الاستقراء التام ده بيكون متاح فقط انت عند فحص او عندما نستطيع فحص جميع الحالات الخاصة بالظاهرة. مثال تاني عندي برضو، اللي بنقول ان شهادة الثانوية العامة دي شرط لدخول جامعة القاهرة. طب احنا عرفنا منين؟ ان احنا فحصنا كل ملفات او كل سجلات طلاب جامعة القاهرة، فوجدنا ان كلهم حاصلين على شهادة الثانوية العامة، وبالتالي قدرنا نستنتج ان ده شرط ضروري من شروط دخول جامعة القاهرة. طبعا انا قلت لكم شوية ان ده المناطق او علماء المنطق يعني بيعتبروه نوع من الاستنباط، مش بيعتبروه استقراء حقيقي. يعني عشان كده توجه له بعض الانتقادات. اولا هو بيفتقد القفزة الاستقرائية المعروفة من المعلوم إلى المجهول، يبقى بالتالي لا يوجد به تعميم استقرائي حقيقي. ما هو الاستقراء احنا لسه شرحينه من شوية، قلنا ان هو بينتقل من الخاص إلى العام، يعني بنضيف في النتيجة أشياء جديدة ما تقلتش في المقدمات، يبقى احنا دلوقتي ده ما بنعتبرهوش طبعا استقراء بالمعنى الحقيقي. كمان يستحيل استخدامه مع الظواهر التي لا يمكن حصرها، زي ايه كده؟ زي حبات الايه؟ الرمال مثلا. دي حالات احنا مش يعني انا هقعد اعد حبات الرمل كلها؟ اكيد لا طبعا، فمش هقدر ان انا افحص قطرات المطر دي مثلا، هي كتير، مش هقدر افحص ظواهرها كلها او حالاتها كلها. لكن لو جينا بصينا للاستقراء الناقص هنلاقي ان هو فحص بعض حالات الظاهرة، يعني عينة واحدة منها أو عينات بسيطة منها، حالتين أو ثلاثة، وتعميم النتيجة على الحالات المشابهة لها، زي ما خدنا بقى في المثال الحديد بتمدد بالحرارة والنحاس يتمدد بالحرارة والذهب، يبقى إذن كل المعادن بتتمدد بالحرارة.
يبقى هنا ده الاستقراء الحقيقي اللي بيسمح لنا بالانتقال من المعلوم الى المجهول، وبالتالي بيساعدنا على التنبؤ بالظاهره. احنا دلوقتي لما قلنا كل المعادن بتتمدد بالحراره، طب ما بالتالي كده هنتنبأ ان القصدير ده لو تعرض للحراره ما هيتمدد، صح كده؟ ايوه. اي معدن، الفضه هتتمدد، الذهب هيتمدد، وهكذا. يبقى هنا ممكن يجي يقول لي ميز بالأمثلة بين الاستقراء التام والناقص، أو يجي يقول لي اشرح مع ذكر مثال الاستقراء التام، أو يجي يقول لي صح أو خطأ مع التعليل. الاستقراء التام هو الذي نفحص فيه بعض حالات الظاهرة، طبعا عبارة غلط، ده بنفحص فيه جميع حالات الظاهرة، لكن الناقص هو اللي بنفحص فيه بعض حالات الظاهرة. بالنسبة للنقد بتاع الاستقراء التام برضو مهم، ممكن يجي يقول لي تعرض الاستقراء التام عند أرسطو لأوجه النقد، أكد صدق العبارة أو علل صحة أو خطأ العبارة أو ما شابه. تعالوا بقى نتكلم على نقطة مهمة جدا في الباب ده، وهي الحجة الاستنباطية والحجة الاستقرائية في التفسير التقليدي أو المعاصر. طيب نبدأ الأول بالحجة الاستنباطية. هي حجة تشكل مقدمتها أساسا حاسما لصدق النتيجة، هي حجة تشكل مقدمتها أساسا حاسما لصدق النتيجة. ده معناه إيه؟ إن هنا لما تصدق المقدمات بالضرورة أكيد بتصدق الإيه؟ النتيجة. عشان كده بقول بتشكل أساس حاسم لصدق الإيه؟ النتيجة. يبقى ده الصدق فيه يقيني، وبالتالي لا يرتبط بالواقع الإيه؟ الفعلي، بل يرتبط بالعلاقة الصورية أو الشكلية بين المقدمات والإيه؟ والنتيجة. طبعا احنا قلنا ان الحجة الاستنباطية بتشكل مقدمتها اساس حاسم لصدق النتيجة، يعني اساس حاسم دي مقصود بها انها اساس قاطع ويقيني لصدق النتيجة، يعني يستحيل ان تصدق المقدمات دون ان تكون النتيجة صادقة. بس برضو قلنا ان احنا لما بنيجي نحكم على الحجة الاستنباطية بنقول عليها انها صحيحة او باطلة. طيب على اساس ايه ان انا بقول الحجة صحيحة او باطلة؟ على أساس العلاقة الصورية أو الشكلية بين النتيجة والمقدمات. يعني تعال ناخد أمثلة تبين لنا الكلام ده. أنا دلوقتي لو جيت قلت كل القطط ثدييات وكل النمور قطط، يبقى إذن كل النمور ثدييات، خلاص النتيجة بتلزم ضروريا عن المقدمات، ما ينفعش أقول نتيجة غيرها. يبقى هنا طبعا العلاقة حاسمة بين المقدمات والنتيجة، يبقى الحجة صحيحة. لكن بصوا في المثال التاني، لو أنا جيت قلت كل الفقراء بخلاء، تمام، وكل التجار فقراء، اذا كل الاغنياء بخلاء. طب ايه علاقة الاغنياء هنا ان هما بخلاء بالمقدمات اللي قبلها؟ هنا النتيجة لا ترتبط اطلاقا بمين؟ بالمقدمات، وبالتالي دي حجة فاسدة او باطلة. طيب لو جاء لي صح وخطأ مع التعليل، يرتبط الصحة او البطلان في الحجة الاستنباطية بالواقع الفعلي. حاولوا طبعا العبارة خاطئة، لأنه بيرتبط بالعلاقة الشكلية أو الصورية بين النتيجة والمقدمات. ولو جاء لي الحجة الاستنباطية توصف بأنها عالية الرجحان أو أنها تتصف بالاحتمالية أو الحاجات دي كلها، أقول طبعا خاطئة، لأن مقدماتها بتشكل أساس حاسم لصدق النتيجة، معنى كده أن صدقها يقيني النتيجة. طب نيجي بقى نتكلم على الحجة الاستقرائية، عكسها بكل حاجة، لا تشكل مقدماتها أساس حاسب لصدق النتيجة، لكن هنا المقدمات دورها إنها بتدعم صدق النتيجة. يعني إيه تدعم صدق النتيجة؟ يعني بتدي احتمال ولو بسيط ولو قوي أيا كان الاحتمالية إن النتيجة دي ممكن تطلع صادقة. فبالتالي هنا بنحكم عليها زي ما قلت إنها قوية أو ضعيفة على حسب درجة الاحتمال اللي موجود واللي هقدر إن أنا أستخلصه من المقدمات أو أطلعه من المقدمات. يبقى هنا بقى الحجة الاستقرائية دي بترتبط بالواقع الفعلي. يبقى أنا لما أحب أتحقق منها من صدقها أو من كذبها لازم أرجع للواقع الإيه؟ الفعلي. طيب يعني مثلا لو أنا جيت قلت معظم سكان القاهرة يستخدمون الإنترنت، ومعظم سكان الجيزة يستخدمون الإنترنت، ومعظم سكان الإسكندرية يستخدمون الإنترنت، يبقى من المرجح أو من المحتمل؟ طبعا أنا في الحجة الاستنباطية ما كنتش بقول لا من المرجح ولا من المحتمل ولا الكلام ده كله لأنها يقينية، لكن الاستقرائية بقول من المرجح مثلا أو من المحتمل
أن معظم سكان الجمهورية يستخدمون الإنترنت. طيب يبقى هنا ده المقدمات يدوب إدت احتمال إن النتيجة بتاعتها ممكن تكون صادقة، بس برضو عشان أتحقق منها لازم أرجع للواقع الإيه؟ الفعلي. برضو هنا ممكن يجي يقول لي الحجة الاستقرائية تتصف بالصحة والبطلان. غلط، تتصف بأنها قوية أو ضعيفة. الحجة الاستقرائية يقينية. غلط، لأنها احتمالية لا تصل لدرجة اليقين. طب لو جاء قال لي الحجة الاستقرائية ترتبط بالواقع الفعلي، دي صح، لأن أنا عشان أتحقق من صدقها أو كذبها لازم أن أنا أرجع للواقع الفعلي. طبعا هنا ده التفسير التقليدي، وكان آخر حاجة قالها التفسير التقليدي أن الحجة الاستنباطية تنتقل من العام إلى الخاص، بينما الحجة الاستقرائية تنتقل من الخاص إلى العام. وده هو القصور أو العيوب اللي لاحظها أصحاب التفسير المعاصر لما قالوا ليس من الضروري أن نعرف الحجة الاستنباطية فقط على أنها تنتقل من العام إلى الخاص، أو الاستقرائية على أنها تنتقل من الخاص إلى العام. عشان كده التفسير المعاصر واضح أنه كان ليه رأي مختلف شوية. هنلاقي أن الحجة الاستنباطية في التفسير المعاصر ممكن تكون مقدمتها قضايا كلية ونتيجتها أيضا قضية كلية، يعني بنتقل من عام إلى عام أو من قاعدة عامة لقاعدة عامة برضه. يعني مثلا لو قلت كل كائن حي فان وكل إنسان كائن حي، إذن كل إنسان فان. لاحظت كل جملة أو كل مقدمة أو النتيجة نفسها ببدأها بإيه؟ كل، يعني كل كائن حي، كل إنسان، كل إنسان فان. طيب يبقى هنا المقدمات كلية والنتيجة كلية. برضه ممكن تكون أحد المقدمات جزئية والنتيجة جزئية. يعني لو جيت قلت مثلا كل الشعراء مرهف الحس وأحمد شوقي شاعر، إذن أحمد شوقي مرهف الحس، يبقى ممكن تكون مقدماتها كلية ونتيجتها كلية، أو أحد مقدماتها خاصة، حالة خاصة أو جزئية، ونتيجتها برضه حالة خاصة أو جزئية. طيب نفس الكلام برضه في الحجة الاستقرائية، ممكن تكون مقدماتها ونتيجتها قضايا كلية. إزاي؟ لو انا جيت قلت مثلا في المثال في الامثله اللي قدامنا، لو انا جيت قلت مثلا كل الابقار ثدييات ولها رئات، وكل الحيتان ثدييات ولها رئات، وكل القطط ثدييات ولها رئات، اذا من المرجح. ايوه، اوعوا تنسوا من المرجح او من المحتمل ابدا في الحجه الاستقرائيه، سواء في التفسير التقليدي او المعاصر. يبقى هنقول من المرجح او من المحتمل أن كل الثدييات لها رئات. يبقى أنا هنا معنى كده أن أنا انتقلت من مقدمات كلية إلى نتيجة كلية. طيب برضو وارد أن الحجة الاستقرائية أنتقل فيها من قضايا خاصة أو جزئية إلى نتيجة خاصة أو جزئية. يعني مثلا في مثال عندنا هو لو جيت قلت طه حسين فيلسوف وأديب، يوسف السباعي فيلسوف وأديب، العقاد أديب، يبقى يحتمل أو من المحتمل أن العقاد أيضا فيلسوف وأديب. لاحظتوا أنا بتكلم في إيه في المقدمات؟ بتكلم عن أشخاص، يعني حالات خاصة، بتكلم عن يوسف السباعي، بتكلم عن طه حسين، بتكلم عن العقاد، وفي النتيجة بتكلم عن العقاد، يعني دي كلها قضايا خاصة. طب إيه الفرق الجوهري هنا بين الحجة الاستنباطية والاستقرائية في التفسير المعاصر؟ بيتمثل الفرق الجوهري أو الأساسي بينهم في علاقة النتيجة بالمقدمات. يعني الحجة الاستنباطية نتيجتها تلزم عن مقدمتها بشكل ضروري. يعني مثلا لو جيت قلت إيه كل إنسان فان وسقراط إنسان، إذن فمن الضروري أن سقراط فان. طيب هنا النتيجة دي ثابتة بصرف النظر عن أي قضايا أخرى. يعني لو ضفت مقدمات تانية مثلا قلت سقراط قبيح الشكل، النتيجة ثابتة مش هتتغير، مش هتتأثر بالمقدمة دي. الملائكة خالدة، طيب برضو مش هتتأثر بدي. تمام، سقراط يتمتع بصحة، طيب كل اللي أنا قلته ده ما بيأثرش على النتيجة لأنها تلزم بشكل ضروري، يعني نهائي، يعني يقيني، ما بتتغيرش أبدا. لكن الحجة الاستقرائية بتلزم نتيجتها عن مقدمتها برضو، ولكن بشكل احتمالي قوي أو ضعيف، يعني بيبقى ليه درجة.
يعني مثلا لو جيت قلت معظم محامي الشركات الكبرى أكفاء ومجدي محامي لإحدى الشركات الكبرى، إذا من المحتمل أن مجدي محامي كفء، لأن أنا ما قلتش كل المحامين اللي في الشركات الكبرى، قلت معظمهم أكفاء. طيب هي النتيجة بتلزم على المقدمات، بس بشكل احتمالي ممكن يزداد قوة أو يزداد ضعف على حسب المقدمات اللي أنا هزودها. يعني لو جيت قلت إيه؟ مجدي يجيد المرافعات. طيب ما ده خلى احتمالية إن مجدي يبقى محامي كفء، الاحتمالية دي تزيد. مجدي يكسب جميع القضايا التي يترافع عنها، يبقى برضه ده زود احتمالية إن هو يبقى محامي كفء. يبقى هنا الحجة بتزداد إيه؟ قوة. يعني اتأثرت لما ضفت مقدمات. طيب هنتكلم بقى على نقطة مهمة جدا وهي المماثلة الاستقرائية. ممكن يقول لي عرف المماثلة الاستقرائية موضحا الهدف منها مع ذكر مثال. هي حجة استقرائية تعني التشابه بين أمرين أو أكثر. الهدف منها هو محاولة شرح أمر غير مألوف، يعني غير معروف بالنسبة لي، بالإشارة إلى أمر آخر مألوف. يعني إيه؟ تعال ناخد مثال، وليكن مثلا في طعام انت لم تتذوقه ابدا في حياتك، وليكن سمك السلمون، نوع من انواع السمك. طيب انت ما تذوقتوش وانا عايز اعرف هو بالنسبه لك يعني مذاق جيد ولا لا، فبسالك، قلت لي انا ما تذوقتوش، فقلت اقرب لك مذاقه بشيء تاني، فقربته لك بان هو بيشبه مذاق السمك البوري، وانت تذوقته قبل كده. فهنا ممكن تقدر تجد بما ان في بينهم اوجه تشابه، فحكمك على السمك البوري اللي انت تذوقته ده قبل كده هيبقى مشابه لحكمك على نفس على السمك السلمون، لان زي ما قلت لك هم متشابهين في المذاق او في الطعم. مثال برضو يوضح لنا اكتر. دلوقتي مثلا لو انا اشتريت سياره وحكمت على السياره دي هي سياره من نوع معين، اي نوع، وحكمت على السياره دي انها تتصف بالصفات الاتيه، او لقيت فيها الصفات الاتيه بعد الاستخدام، قلت توفر مثلا في استهلاك الوقود، قطع غيارها متوفره، تمام، قليله الاعطال، فحكمت عليها انها سياره ممتازه. طيب لو صديق لي استشارني هنصحه بنفس السياره لانه توقع ان فيها نفس الصفات، وبالتالي هتكون ايضا سياره ممتازه كسياره اللي انا اشتريتها. يعني طبعا العلماء على مر العصور، لأن العلماء بيتميزوا بقدر عالي من الذكاء، قدروا إن هم يستخدموا فكرة المماثلة الاستقرائية دي في حل كثير من المشكلات. أولاً أرشميدس، أو زي ما بيقولوا عليه أرخميدس، ده اكتشف قانون الإزاحة وحل مشكلة تاج الملك من خلال إدراك التشابه بين انغماس جسمه في الماء وانغماس التاج في الماء. طبعاً يعني عايزين نوضح شوية، هو يعني لاحظ ان الاجسام لما بتسقط في الميه بتقل كثافتها، تمام، مقابل قله كثافتها دي بتخرج كم من الماء او بتزيح كم من الماء مقابل الكثافه اللي قلت دي. فطبعا الملك كان محتار، مش عارف اذا كان التاج بتاعه مصنوع من الذهب الخالص ام داخل فيه عنصر اخر. فلما ارشميدس تحقق من ذلك طبعا قدر يحل المشكله دي للملك، ان هو احضر نفس وزن التاج يعني من الذهب الخالص وقارن بين كثافة كل منهم عشان يشوف هل هي نفس الكثافة ولا كثافتهم مختلفة. طيب بعد كده اكتشاف العالم فرانكلين، او اسمه بنيامين فرانكلين، اكتشف اوجه التشابه بين الومضات الكهربية، اللمبات الكهربية او الاضاءة الكهربية بتاعتنا دي، وبين البرق، واستنتج في النهاية إن البرق هو أحد أشكال الكهرباء، إن البرق ده لما بيظهر في السماء كده بيبقى شبه الإضاءة اللي بتحيط بينا. وفي نفس الوقت اكتشف فرانكلين إن هو بيحتوي على شحنات كهربية. طيب بعد كده عندنا العلماء زي رذرفورد ونيلز بور، الاتنين اكتشفوا ترتيب وضع شحنات الإيه؟ الذرة الموجبة والسالبة، من خلال إن هم قالوا الذرة بتشبه النظام الشمسي. ان النظام الشمسي طبعا بتتمركز فيه الشمس وتدور حولها الايه الكواكب في مسارات ثابته، نفس الكلام بينطبق على الشحنات الموجبه، انها بتقع في مركز الايه الذره وبتدور حولها الالكترونات السالبه. طب هنا ممكن تيجي الاسئله طبعا، يقول لي استعان العلماء بفكره المماثله الاستقرائيه لحل مشكلاتهم العلميه، دلل بمثال بمثالين، او يجي يقول لي استطاع مثلا
ويجيب لي ويسيب لي نقط كده اكتشاف التشابه بين الكهرباء والبرق عن طريق المماثله. يجي يختار بقى يقول لي الاختيارات ارشميدس ام فرانكلين ام رازرفورد ام نيلز بور. تمام. طيب ممكن طبعا يجيب لي مثال بعينه ويقول لي وضح كيف استطاع ارشميدس ان يحل مشكله علميه او يكتشف قانون علمي بواسطه المماثله الاستقرائيه. يعني دي طرق الاسئله. طبعا هنلاقي في ملحوظه مهمه جدا وممكن يجي عليها سؤال، طبعا لو انا مش واخد بالي من الملحوظات يعني مش هعرف احل الاسئله دي. لو جاء لي الاستقراء التمثيلي ينطوي على شيئين ليس من السهل اكتشافهما، صح او خطا مع التحليل؟ طبعا العباره صح، لان هي بتنطوي على اشياء متباعده او منفصله، والمبدع وحده هو اللي بيستطيع ان هو يكتشف التشابه بين الاشياء المتباعده او المنفصله. يعني مثلا احنا لسه قايلين ارشميدس تشابه في نظره انغماس جسمه في الماء وانغماس التاج في الماء، رغم ان هما متباعدين خالص بالنسبه للانسان العادي مش هيقدر يلاحظهم. طيب بعد كده ممكن يجي لي سؤال يقول لي المنهج العلمي معناه ندلل على ذلك. معنى الاول ان المنهج العلمي هو المعرفه المنهجيه التي نستخدمها لفهم الظواهر وتفسيرها كما هو في الفيزياء او الكيمياء. يعني ايه معرفه منهجيه؟ يعني معرفه منظمه، خطوات مرتبة بنقدر من خلالها ان احنا نفسر الظاهرة او نفهم الظاهرة او نصل لقانون يفسر الظاهرة. طيب المعنى الثاني ان المنهج العلمي هو طريقة محددة للحصول على المعرفة المنظمة، طيب او على الحصول على المعرفة باتباع قواعد المنهج الايه التجريبي، اللي طبعا بيعتمد على الموضوعية، ان هو ما بيعتمدش على الذاتية او وجهة النظر. يعني اختبار القضايا من خلال التجارب، تكرار النتائج اذا اتبعنا نفس الشروط، وبالتالي التنبؤ والتحكم في الايه في الظاهر. طيب هنتكلم على جزء من اهم اجزاء الموضوع الاول عندنا وهو بيكون. طبعا بيكون من اهم العلماء اللي ساهموا في المنهج الاستقراء التجريبي، وهو اول من رفع شعار ان المعرفه قوه. طيب هو عمل منهج جديد، منهج علمي سماه الأورجانون الجديد ليحل محل أورجانون أرسطو القديم. يعني إيه كلمة أورجانون؟ يعني أداة بيستخدمها الباحث عشان يفسر الظواهر. هو المنهج بتاع بيكون دي جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي، والاثنين مهمين جدا عندنا في المنهج. طبعا الجانب السلبي ده بيتكلم على الاوهام الاربعه. طب ايه هي الاسئله اللي ممكن تجي لي على الاوهام الاربعه؟ يعني مثلا ممكن في اوهام الجنس البشري يجي يقول لي اوهام الجنس البشري هي اخطاء تنشا بشكل خاص عند كل فرد. غلط، دي اخطاء عامه ومشتركه بين كل الايه البشر. او يجي يقول لي اوهام الجنس هي ظاهره عامه ومشتركه بين البشر، حلل هذه العباره. أو يجي يقول لي تعد أوهام نقط، أو يجي يقول لي بالأمثلة. يعني لو جه قال لي تبني رأي لمجرد انتشاره أو التسرع في الحكم يعبر عن أوهام نقط، ويجي يقول لي أوهام الجنس البشري، أوهام الكهف، أوهام السوق، أوهام مصر. يبقى طبعا أوهام الجنس البشري لأنها أخطاء عامة ومشتركة ومتأصلة في تركيب العقل الإنساني عند كل إنسان، لأن عقل الإنسان لا يقبل إلا ما يرضي غروره. طب بعد كده أوهام الكهف، لو جه قال لي اوهام الكهف دي اخطاء عامه ومشتركه، دي غلط بقى لانها بتنشا نتيجه التكوين الخاص بالفرد بدنيا وذهنيا. طب لو جه قال لي يقول لي مثلا في الاختيار من متعدد يقول لي تمثل اوهام نقاط الضعف البشري في كل شخص، يجي يقول لي السوق ولا الكهف ولا المسرح ولا طيب ولا الجنس البشري، هي اوهام مين؟ الكهف. فهنا بيرى بيكون ان ظروف الفرد الخاصه سواء التربيه او البيئه او المهنه بتجعل عقليته تنحصر في اطار معين، وده بيخليه كانه بيعيش في وادي منعزل او كهف منعزل، عشان كده سميت باوهام الايه؟ الكهف. يعني مثلا بعض العقول بتتجه للقديم والاخرى تتجه للجديد، وفي عقول ناقده بتقف في الوسط ولكن بيبقى عددها قليل. طيب لو جاء قال لي اوهام نقط هي اكثر الاوهام اثاره للمتاعب، اوهام السوق طبعا، انها اخطاء نتيجه الاستخدام الخاطئ لمين؟ للغه وغموض الفاظها.
وهي اكثر الانواع اثاره للايه؟ للمتاعب. او يجي يقول لي اوهام نقط هي التي اصابت الفلسفه بالسفسطه والجمود. اوهام السوق برضه. يعني حلق ان الناس بتتحدث دايما بلغه بعيده عن الدقه المنطقيه، وده بيخلي الالفاظ بتفقد معناها الحقيقي. لان الالفاظ طبعا لما بنتكلم مش بصوره دقيقه، اللفظ بيكون ليه اكتر من معنى، وده بيخلي الالفاظ هي اللي بتتحكم في عقول الايه؟ البشر، على الرغم ان البشر هم اللي اخترعوا اللغه وبيعتقدوا ان هم هيقدروا يتحكموا في الالفاظ كيفما يشاء. طيب بالنسبه بعد كده عندنا اوهام المسرح، هي الاخطاء اللي بتنشا بسبب التاثر بنظريات القدماء دون نقد او بحث. وهنا كان الشخص ده متفرج في مسرح. طب لو جه قال لي اوهام المسرح اوهاما فطريه، غلط. طب لو جه قال لي اوهام مكتسبه، صح، لان مكتسبه وفطريه عكس بعض. يبقى هي ليست فطريه، انا ما بتولدش تمام بالاوهام دي، لا بالعكس، ده انا بكتسبها من التفاعل. يعني مثلا عندنا الناس في كل مكان، احنا كبشر من طبيعتنا ان احنا بنتاثر باراء المشاهير وبنسلم بيها لاعتقادنا ان هم يعني عندهم معرفة أكتر مننا إلى حد ما، وده للأسف بيخلي الفرد كأنه متفرج في إيه، زي ما قلنا، في مسرح، ودي اللي اسمها أوهام المسرح. طيب بعد كده بيقول لي اشرح الجانب الإيجابي من منهج بيكون، أو طبق بمثال خطوات الجانب الإيجابي من منهج بيكون. عندنا أربع خطوات مهمين جدا. أول خطوة هي جمع المعلومات المتعلقة بالظاهرة عن طريق الملاحظة. إن أنا عايز أفسر ظاهرة يبقى هجمع معلومات كتير عنها عن طريق ملاحظتي لحدوث الظاهرة دي. طب بعد كده هرتب المعلومات بتاعتي أو هصنفها في ثلاثة قوائم. المعلومات اللي أنا جمعتها عشان أقدر أستفاد منها لازم أنظمها في قائمة اسمها قائمة الحضور، ودي طبعا بنضع فيها الظواهر التي تظهر فيها صفة ما. زي مثلا بيكون لما طبق الكلام ده على الحراره، قال لنا الظواهر اللي بتظهر فيها صفه الحراره مثلا الشمس، النار، الاجسام الحيه. طيب اما قائمه الغياب دي بنضع فيها الظواهر اللي بتنعدم فيها الصفه دي. يعني مثلا صفه الحراره هنلاقي انها بتنعدم فين؟ في الثلج، في الاجسام الميته او الساكنه. تمام، دي ما فيهاش حراره. طبعا قائمة التفاوت في الدرجة، ودي بتظهر فيها الصفة زيادة أو نقصانا، زي جسم الكائن الإيه؟ الحي ليلا أو نهارا درجة حرارته بتختلف. وبعد كده بنحلل القوائم لمعرفة ما تدل عليه. والخطوة الأخيرة إن إحنا بنفسر الظاهرة ونصل لقانون، زي بيكون هنا اكتشف إن الحركة أحد أسباب الإيه؟ الحرارة بعد ما حلل الثلاث قوائم. طبعا التعقيب على منهج بيكون من النقط المهمة جدا، وهنلاقي ان حتى جه في اسئلة النموذج الوزارة التجريبي الاول، ان هنا جاي لي سؤال بيقول لي اعتبر بيكون ان الاستقراء اهم وسيلة للكشف والاختراع، دل على ذلك. طبعا هقول له المميزات والعيوب. يعني بالنسبة للمميزات، ان هو افضل وسيلة للكشف والاختراع في رأيه، واعتمد طبعا بيكون على الحالات السلبية أو طريقة الحالات السلبية اللي بتلعب دور مهم جدا في البحث العلمي، وده خلاه يطور نفسه ويختلف طبعا عن أرسطو. لكن العيوب إن بيكون طبعا أهمل دور الفرد العلمي كأحد الخطوات السابقة على القانون. بعد كده هنتكلم على مراحل المنهج التجريبي. عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى بتتكلم على البحث أو البرهان. ممكن يجي لي يقول لي حدد مفهوم الملاحظة، أو حدد مفهوم التجربة، أو ميز بين كل من الملاحظة والتجربة. طبعا الملاحظة معناها أن أنا بشاهد الظاهرة بشكل دقيق، بس طبعا بوجه حواسي وذهني، فبالتالي بقى فيها تدخل إيجابي برضو من جانب العقل. يعني أن أنا مش بس مجرد أن أنا بشوف الظاهرة وبتحصل، لكن بشغل عقلي عشان أفسر حدوثها. طيب لكن في التجربة بيبقى فيها تدخل من جانب الباحث في مجرى الظواهر، ان الباحث هنا بيعدل على الظاهرة طبعا في ظروف بيعدها بنفسه، سواء بقى بيعدل في تركيب الظاهرة الخاص بيها او بيعدل الظروف اللي موجودة فيها الظاهرة. يعني بيتدخل باجراءات من عنده، مش بيترك كل شيء للطبيعة زي الملاحظة. بس ممكن يتقال على التجربة، ممكن يجي يقول لي سؤال بما تفسر تعد التجربة ملاحظة مستثارة؟ طبعا، لان هنا الباحث بيلاحظ نتائج التجربة بس في ظروف هو اللي بيعدها بنفسه. طيب ممكن يجي لي سؤال يقول لي للتجربة أنواع مختلفة، ميز أو تتعدد أنواع التجربة.
طيب، او يجي يقول لي التجربه المرتجله هي المرحله الاخيره من البحث العلمي. غلط، هي المرحله الاولى من البحث العلمي اللي بيلجا ليها الباحث عند جهله بخواص الايه الاشياء، لانه ما بيبقاش عارف نتيجتها. طيب، فهو بيجريها عشان يرى ما يترتب عليها من اثار. طب تاني تجربه اللي هي السلبيه او المباشره، ممكن يجي يقول لي التجربه نقط هي التي لا يتدخل فيها الباحث باي اجراء. طبعا هي التجربه السلبيه او الغير مباشره، تمام؟ دي هو مش بيتدخل باجراءات، ولكن الطبيعه بتحل محله، هو بس بيقيم او يسجل يتابع التغيرات اللي احدثتها الطبيعه على الظاهره. طب لو قال لي التجربه العلميه لها غايه اكثر وضوحا وتحديدا من باقي التجارب، اه طبعا، لان بيبقى هدفها هنا التحقق من صحه مين؟ الفرد، وبالتالي الوصول الى القانون. طيب بعد كده شروط التجربه طبعا مهمه جدا. ممكن يجي يقول لي للتجربه شروط يجب على العالم ان يراعيها، دلل او حدد شروط التجربه في المنهج الاستقرائي. اولا طبعا الحياد والموضوعيه، يعني الباحث ما يدخلش ارائه الذاتيه او الشخصيه. تاني حاجة اليقظة والانتباه لكل ما هو غير متوقع، يعني الباحث يبقى عقله في حالة يقظة بحيث ان هو يتوقع اي نتيجة تصدر من التجربة دي ولا يكتفي بالنتائج المتوقعة فقط. كمان ان هو يراعي القواعد الاخلاقية، ان هو لا يلحق ضرر بموضوعات البحث، خاصة طبعا البشر، تمام؟ ان هو ما يأذيهمش، ما يتسبب لهمش في ضرر او مرض. كمان الحصول على الموافقة القانونية عند اجراء الايه التجارب. طيب ممكن يجي يقول لي الملاحظة والتجربة مرحلتان منفصلتان. غلط، بالعكس، دول متداخلتان ومتتابعتان. يعني الباحث بيلاحظ الظاهرة ثم يجرب عشان يوصل لفرض، تمام؟ ثم يلاحظ نتائج مين؟ التجربة بعد كده اللي عملها، ويتحقق من صدق ليه؟ الفرض. طيب طبعا من الحاجات المهمه كمان في التجربه اللي هي اغراض التجربه، رغم انها جزء بسيط جدا، بس ممكن يجي يقول لي حدد اغراض التجربه في المنهج الاستقرائي. طيب اولا ان هي طبعا بتساعدنا في الكشف عن القوانين الفروض، ثم الوصول الى التحقق من هذه الفروض. كمان بتساعدنا على الكشف عن نتيجه غير معروفه. يبقى ليها ثلاث اغراض التجربه: الكشف عن الفرض، التحقق من صدق الفرض، الكشف عن نتيجة غير معروفة أو غامضة بالنسبة لي. طب لو قال لي يعتبر الفرض تفسير نهائي للمشكلة، غلط، الفرض تفسير مؤقت للمشكلة، لأنه بيبقى لم يوضع موضع اختبار يعني. طيب هنا التجربة والملاحظة، خدوا بالكم، ملهمش أي قيمة من غير الكشف عن الفروض، يعني لأن ممكن يجي يقول لي للفرض العلمي أهمية كبرى، تمام؟ أو دون الفرض العلمي لا يكتمل غرض الملاحظة والتجربة. طيب تعالوا نتكلم على قيمة الفروض وأهميتها. ممكن يجي يقول لي للفرض العلمي قيمة وأهمية كبرى. أولا الكشف عن العلاقات القائمة بين الظواهر، زي مثلا لما بكتشف العلاقة بين الحديد والنحاس والذهب، لأن ليهم خواص مشتركة، فبالتالي بحكم عليهم نفس الأحكام. بعد كده تضييق الفجوة، يعني المسافة الكبيرة اللي بتبقى بين الأمثلة الجزئية وبين القانون العام. هو مش معنى ان انا درست ثلاث عناصر من الظاهره دي، تمام، ان انا عرفت الباقي كله، لا، لكن انا بتوقع ان بقيه افراد الظاهره هحكم عليهم بنفس الحكم، زي قلنا المثال الخاص بالمعادن، لما قلنا الحديد والنحاس والذهب بيتمددوا بالحراره، يبقى كل المعادن بتتمدد بالحراره. هنا الفرض اللي بنتاكد منه بيتحول لقانون، فبالتالي بتتغير وظيفته وشكله تماما. القانون هو اللي بيخلينا نتنبأ بشكل الظواهر، لكن الفرض لا. يعني انا بقى عندي قانون، خلاص، زي قانون الجاذبيه، ببقى عارف ان انا لو تركت اي جسم كده في الهواء هيقع، هيسقط، طيب، لان ده قانون مش مجرد احتمال. اما الفرض الخاطئ بنستبعده مع مراعاه ان الفروض الخاطئه قد تقودنا للحقيقه. يعني ايه؟ يعني مثلا زي اقليدس لما عرف، لما قال ان الارض مسطحه، كان الافتراض بتاعه كان خاطئ، لكن بدا من الفرض ده، الفرض الخاطئ ده بدا منه العلماء واكتشفوا ان الارض كرويه. طيب يبقى هو كانت بدايتهم من الفرض الخاطئ بتاعه ده. يبقى احيانا الفروض الخاطئه بتقودنا لكشف الحقيقه. بعد كده ممكن يقول لي حدد شروط الفرض العلمي في المنهج الاستقرائي التجريبي. اولا ان هو بيعتمد على الملاحظات والتجارب، يعني ما بيبقاش من مجرد خيال او تخيلات او تهيؤات عند الباحث، لا، بيستمد الفرض من ملاحظات وتجارب. كمان الفرض يجب ان يخلو من التناقض، يعني ما ينفعش افترض حاجه وعكسها
في وقت واحد. كمان لا يتعارض مع حقائق العلم المثبتة سابقا إلا بشرط أن يكون الباحث عنده أدلة جديدة. يعني ما ينفعش أن أنا أكذب قانون علمي قديم ومثبت قبل كده إلا لما يكون عندي أدلة على ده. كمان أن الفرض يكون واقعي أو حسي بحيث يمكن التحقق منه، يعني أنا أقدر أعمل عليه تجربة عشان أتحقق إذا كان صادق ولا كاذب. طيب بعد كده من الأسئلة المهمة عندي، ممكن يجي يقول لي تعتمد الفروض في التحقق من صدقها على مبدأ السببية دلل، أو يجي يقول لي لن نستطيع معرفة أو التحكم في أي ظاهرة إلا بمعرفة أسبابها دلل بالأمثلة. طبعا زي الأطباء مش هيقدروا إن هم يعالجوا المرض إلا لما يعرفوا سبب حدوثه، سبب المرض إيه أو سبب انتشاره عشان يقدروا يلاقوا العلاج المناسب. المهندسين برضو مش هيقدروا يعرفوا سبب الهبوط الأرضي، يعالجوا الهبوط الأرضي إلا ما يعرفوا سببه. طب لو جاء لي ميز بين الشرط الضروري والشرط الكافي، الشرط الضروري هو الشرط الذي لا يمكن أن تحدث الظاهرة إلا في وجوده، زي مثلا الأكسجين شرط ضروري لحدوث الاشتعال، أو نجاحك في الثانوية العامة شرط ضروري لدخولك الجامعة. طب الشرط الكافي ده شرط يكاد يكون مكمل للشرط الضروري بس لا كل أهمية عنده برضه، لكن الظاهرة محتاجة له عشان تحصل. احنا هنا قلنا أنا عشان أدخل جامعة فأنا محتاج شهادة الثانوية العامة، بس أنا عشان أوصل للكلية اللي أنا برغب فيها لازم أحصل على مجموع مناسب، ده هنا بيمثل الشرط الكافي. طبعا في ملحوظتين في منتهى الأهمية، لو جاء لي تشير كلمة العلة إلى الشرط الضروري فقط غلط، الشرط الضروري والشرط الكافي. طب لو قال لي العلاقة العلية علاقة منطقية خالص غلط، دي ليست منطقية أو صورية بل تكتشف فقط عن طريق التجربة، يعني عشان أقدر أعرف العلاقة بين العلة والمعلول أو السبب والظاهرة لازم أعمل تجربة فعلية عشان تأكد لي الكلام ده. طيب طبعا هنا التحقق من صدق الفروض بيحتاج بعض الطرق، ودي اللي حددها لنا جون ستيوارت ميل. طيب هنلاقي عندنا كذا طريقة، أول طبعا طريقة هي طريقة الاتفاق. ممكن يجي يقول لي وجود العلة يعني وجود المعلول، هذا يعبر عن طريقة الاتفاق ولا الاختلاف ولا التلازم ولا البواقي، يعني يجيب الاختيارات، ده بيعبر عن طريقة الاتفاق، إن الظواهر لو اتفقت في شيء معين ممكن يكون هو ده علة حدوث مين الظاهرة. يعني لو أسرة مثلا تناولت العشاء في مطعم معين وشعروا بعدها بالتسمم، هنا احنا هنلاحظ الأطعمة المشتركة بينهم. يعني مثلا لو وجدنا ان الأسرة دي الشيء الوحيد المشترك بينهم انهم تناولوا العصير، هنتوقع ان العصير ده هو سبب التسمم اللي حصل له. بس ميل نفسه قال ان الطريقة دي فيها مشكلة، وهي اخفال الأسباب المتعددة للظاهرة. يعني مثلا ظاهرة الحرارة دي لها اكتر من سبب، الاحتكاك تمام، الضغط، الاحتراق، ده كله بيؤدي للحرارة، فممكن الظاهرة يعني يكون لها أكتر من سبب. بالنسبة لطريقة الاختلاف بتقول إذا غابت العلة إذا غاب المعلوم، تمام، يعني دي عكسها عكس الحضور. أنا لو وجدت الظاهرتين مختلفين في شيء معين بيتفقوا في كل الظروف ما عدا شيء معين، يبقى الظرف المختلف ده هو سبب الإيه الظاهرة، زي المثال اللي فات لما قلنا فرد واحد بس مثلا ما تناولش العصير وهو الوحيد اللي لم يصب بالتسمم، يبقى بالتالي بنقترح هنا أن العصير هو سبب مين التسمم. طبعا احنا شفنا الأسئلة بتيجي على طريقة الاتفاق وطريقة الاختلاف. ممكن بقى الطريقة الثالثة اللي هي الجمع بينهم، يعني لو جه قال لي إيه طبعا وجود العلة يعني وجود المعلول وغياب العلة يعني غياب المعلول، أو يجي يقول لي العلاقة طردية بين العلة والمعلول وجودا وعدما، ده بيعبر عن طريقة إيه الجمع بين الاتفاق والاختلاف. وهنجمع طبعا المثالين التانيين مع بعض اللي هو مثال الأسرة، نشوف مين اللي تناول عصير ومين اللي اختلف في ده ومين اللي حصل له تسمم ومين اللي لم يصاب بالتسمم. طريقة التلازم في التغير ممكن يجي يقول لي إنها بتستخدم على نطاق واسع، يعني هو معنى كده إن هو عايز الأمثلة بتاعتها، تمام، حاولوا طبعا امثله مثلا زي اللي هو زياده معدلات الجريمه بترتبط بزياده معدلات البطاله مثلا، او زياده مبيعات التاجر بترتبط باعلاناته، تمام، لان طبعا العلاقه او التغير اللي بيحصل في العله بيقابله نفس التغير في المعلول. طيب طريقه البواقي واللي معظم الطلبه بتتلخبط فيها، طيب احنا عندنا فيها ممكن يجي يقول لي اشرح بمثال طريقه البواقي، حاولوا ان هي بتوجد بها علتان ومعلولان، إذا ارتبط أحد العلتين بأحد المعلولين
فبالتأكيد العلة المتبقية ترتبط بالمعلول المتبقي. طيب أنا دلوقتي لسه مش فاهم المثال، هقول له مثال بسيط جدا، شروق الشمس وغروبها. طيب بيحدثوا الليل والنهار. طيب لو عرفنا ان شروق الشمس ده بيؤدي للنهار، يبقى غروب الشمس اكيد هيحدث مين معاه؟ الليل. طيب طبعا العلماء المسلمين ساهموا في المنهج العلمي، ممكن يجي يقول لي دلل بمثال، يبقى هو كده ساب لي المجال مفتوح ان انا ممكن، طبعا دول اجزاء جديده فمهمين جدا، ممكن ساب لي المجال ان انا اختار جابر بن حيان او الحسن بن الهيثم زي ما انا حابب، لكن ممكن يحدد لي يقول لي مثلا لما تفسر لقب جابر بن حيان برجل التجارب العلمية أو التدريبات، أو يجي يقول لي من كان ضربا كان عالما ومن لم يكن ضربا لم يكن عالما حقا. انسب العبارة، طبعا ده جابر إيه؟ ابن حيان، لأنه طبعا كان بيهتم بالتجارب أو التدريبات. طيب هنا هو قسم خطواته المنهج بتاعه لثلاث خطوات، إن الكيمياء يأتي بالفرد الأول من خلال مشاهداته، وبعد كده يصل لنتائج من الفرد ده، وبعد كده يرجع يختبر النتائج دي في الواقع عشان يتأكد إذا كانت صادقة ولا كاذبة، بحيث إنها تتحول لقانون أو يتم الاستغناء عنها. طيب ممكن يجي يقول لي يعد الحسن بن الهيثم من العلماء الذين ساهموا في إثراء المنهج العلمي. طبعا هو ليه إسهامات كتير جدا، ساهم في الرياضة والهندسة والكيمياء، وطبعا اعتمد على نظريات بطليموس وأرسطو، وأكد أن الضوء بيأتي من الأجسام إلى العين وليس العكس، وكمان بيتنسب ليه اختراع الكاميرا. طيب لأن طبعا كان متخصص في البصريات، وهو اللي شرح العين بشكل كامل، وعمل كتاب اسمه المناظر أو المناظير، عمل طبعا معادلة بتوضح لنا انعكاس الضوء على المراية، ودي تعرف باسم مسألة ابن الهيثم، وهو المؤسس الأول زي ما قلنا لعلم المناظير. تمام. طيب تعال نتكلم على المنهج بتاعه. ممكن يجي لي سؤال هنا يقول لي اتفق ابن الهيثم مع الفيلسوف راسل، تمام، حول طبيعة المنهج العلمي، ان هما الاثنين اكدوا ان المنهج العلمي بينتقل من المعرفة الجزئية الى المعرفة الكلية. تمام، لان هنا الحالات اللي بندرسها الاول بتكون حالات فرديه او حالات جزئيه، زي مثلا دراسه بعض المعادن او دراسه بعض الغازات او اي حاجه من ظواهر الطبيعه، عشان نقدر نحكم على كل افراد الفئه دي، كل افراد المعادن، كل افراد الغازات وهكذا. يبقى المنهج بتاعه منهج يقيني. طب لو جاء لي صح وخطا مع التعليل، المنهج العلمي عند ابن الهيثم منهج احتمالي، غلط، هو عنده منهج يقيني. تمام. طيب طبعا ده كان المنهج بتاع ابن الهيثم، وزي ما قلنا هو اتفق مع برتراند راسل، لان برتراند راسل قال ان العلم يبدا بدراسه الحقائق مين؟ الجزئيه. طيب طبعا الفصل الثاني لو هنتكلم على اهم النقط كده اللي فيه، طبعا انا هكلمكم على الصيغ الرمزيه، المنطق الرمزي. طبعا في مسائل مهمه جدا لما يجي يقول لي صيغ القضيه في صوره رمزية موضحا قيم الصدق فيها والتكافؤ المنطقي إن وجد. فهو طبعا بيجيب لي قضية من القضايا المعروفة اللي عندنا، وبعد كده يقول لي إن أنا أعمل لها صياغة رمزية. دي طبعا من أهم الحاجات اللي بنسبة كبيرة جدا مهمة في الامتحان بتاعنا. طيب لو جاء لي مثلا الشمس ساطعة، تمام، وجاء لي دي قضية رمزها ايه؟ دي قضية مجابهة، رمزها قاف. طيب دي ما بتحتويش على أي قيم صدق. طيب لو جه قال لي مثلا أحمد زويل ليس فيلسوف، طيب دي قضية سالبة. هنا رابط السلب طالما دخل بيبقى فيه قيم صدق. هنا قيم الصدق في القضايا المجابهة والسالبة متعاكسة، يعني القضايا المجابهة والسالبة ما ينفعش يبقوا صادقين في نفس الوقت أو كاذبين، بحيث إن لو واحدة فيهم صادقة الثانية كاذبة والعكس صحيح. يعني دلوقتي جيت قلت ايه؟ أحمد زويل ليس فيلسوف، وقلت دي صادقة. طب أحمد زويل فيلسوف أكيد هتبقى ايه؟ كاذبة. وطبعا هنا ما فيهاش تكافؤ منطقي أو خاصية التبادلية، لأن دي قضية بسيطة. طب نيجي نتكلم على القضايا اللي هي المركبة. لو جاء قال لي العلم صادق والتنجيم كاذب، دي قضية عاطفية. طبعا القضية العاطفية عشان ما توهش لازم اعرف الحالة المختلفة، بس ان القضية العاطفية دي بتصدق في حالة واحدة، صدق الطرفين، بقية الحالات كلها كاذبة.
يعني لو الطرفين صادقين هي صادقة، غير كده هي كاذبة. طيب، وطبعا الرمز بتاعها اللي هو قاف نقطة لام. طيب جميل. طب لو جه قال لي التكافؤ المنطقي، فيها تكافؤ منطقي، لان طبعا ينفع ان انا اعكس فيها وضعية القضيتين. لو جيت قلت التنجيم كاذب والعلم صادق، طب ما هي هي. طيب نفس الكلام بقى نيجي للقضية الانفصالية. لو جيت قلت اما ان احمد مجتهد في الفلسفة او في علم النفس، طيب دي رمزها او الصيغة الرمزية بتاعتها اللي هي قاف وفي رمز كده بيشبه حرف الفي وبعد كده لام. طيب جميل. هنا القضية دي بتجذب بقى في حالة واحدة وهي كذب الطرفين. لازم نركز طبعا في الحالات المختلفة مش المتشابهة. يبقى قلنا الحالة الوحيدة المختلفة ان هي بتجذب في حالة واحدة وهي كذب الطرفين، بقية الحالات كلها بتكون صادقة. طيب برضو ده في خاصية التكافؤ المنطقي او التبادلية، بس ممكن يسيب بالنسبة لرابط الفصل ده، ممكن يجي يقول لي ميز بين الفصل القوي والفصل الضعيف مع ذكر امثلة. دي نقطة برضو ملحوظة مهمة. الفصل القوي مثلا لو انا جيت قلت له ايه، اما ان تهبط القاهرة الطائرة في القاهرة او الاسكندرية، ده فصل قوي لانها يستحيل ان انا اجمع الاثنين مع بعض، مستحيل الطائرة تهبط في الاثنين في نفس الوقت. لكن لو جيت قلت له اما ان احمد متفوق في الفلسفة او علم النفس، ما ممكن يتفوق في الايه؟ في الاثنين. طيب بعد كده القضية الشرطية طبعا اللي هي بيبقى فيها الادوات زي اذا، بيبقى رمزها قاف وسهم وبعد كده لام. زي مثلا لو جيت قلت اذا امطرت السماء ابتلت الارض، القضية دي برضو بتبقى صادقة في كل الاحوال ما عدا حالة واحدة اللي هي صدق المقدم وكذب التالي. يعني مثلا ان دلوقتي قلت اذا امطرت السماء ابتلت الارض، هل ينفع ان السماء تمطر والارض ما تبتلش؟ لا طبعا. يبقى دي الحالة الوحيدة اللي بتخليها كاذبة وهي صدق المقدم وكذب التالي. وده الرابط الوحيد، رابط الشرط هو الرابط الوحيد الذي لا يوجد به تكافؤ منطقي او خاصية التبادلية. طبعا انا قصدي على الرابط المركبة، ملناش دعوة دلوقتي بالقضايا البسيطة. طيب بعد كده رابط التشارط اللي هو بنستخدم فيه اللفظ اللي هو اذا وفقط اذا، وبيبقى رمزه قاف وبيبقى فيه سهمين متعاكسين ثم اللام. وطبعا دي بتصدق بقى في حالتين وتجذب في حالتين، يعني برضو مختلفة ومميزة اهي. بتصدق لما بيتشابه الطرفين مع بعض، يعني بيبقى الطرفين بتوعها صادقين او كاذبين الاثنين، يبقى هي كده كلها صادقة. طيب لكن بيبقوا كاذبين، بتبقى كاذبة امتى؟ لو تعارض الطرفين، يعني لو واحد فيهم صادق والتاني كاذب. تعال ناخد مثال. لو انا جيت قلت ايه، ستتقدم مصر اذا وفقط اذا حققت التنمية الشاملة. طيب هنا لو الطرفين صادقين، يعني مصر تقدمت وحققت التنمية، يبقى كلها صادقة. مصر ما تقدمتش وما حققتش التنمية، يبقى كلها صادقة برضه لان ده شرط لده. لكن هل ينفع ان مصر تتقدم دون ان تحقق التنمية الشاملة؟ لا، يبقى دي كاذبة لان الطرفين متعارضين. او هل ينفع مصر ما تتقدمش رغم انها حققت التنمية الشاملة؟ لا طبعا. طيب يبقى الرابط الوحيد زي ما اتفقنا ان اللي ما فيهوش خاصية التبادلية هو رابط الشرط، والرابط الوحيد اللي بيصدق في حالتين ويكذب في حالتين هو رابط التشارط. تمام. طبعا الحجج الاستنباطية طبعا دي مهمة جدا، لان ممكن يجي يقول لي كون حجة صحيحة او كون حجة فاسدة، وبرضو بيطلب مني في السؤال ان انا ممكن تكون القضايا صادقة كلها او كاذبة كلها. تمام. طيب لو جه قال لي كون حجة صحيحة جميع قضاياها صادقة، مثلا عندي كل المعادن تتمدد بالحرارة وكل الحديد معدن، اذا كل الحديد يتمدد بالحرارة، ادي حجة صحيحة كل قضاياها صادقة. طب ممكن يجي لي فيها سؤال تاني زي يقول لي لا تشتمل الحجج الصحيحة احيانا، خدوا بالكم من كلمة احيانا، لا تشتمل الحجج الصحيحة احيانا الا على قضايا صادقة. هقول له صح وادي له المثال ده. طب ايه الحالة التانية للحجج الصحيحة؟ ممكن تكون حجة صحيحة جميع قضاياها كاذبة. تعال ناخد مثال. لو قال لي كل الزجاج يتمدد بالحرارة وكل الخشب زجاج، اذا كل الخشب يتمدد بالحرارة، ادي حجة صحيحة 100% لان النتيجة بتلزم على المقدمة. لكن كل قضايا كاذبة. طب ممكن يجي يقول لي كون حجة صحيحة جميع قضاياها كاذبة، او يجي يقول لي ليس من الضروري ان تكون جميع قضايا الحجة الصحيحة قضايا صادقة. خلاص اهي كلها قضايا كاذبة.
الحالة الثالثة ان هو يجي يقول لي كون حجة صحيحة مقدماتها كاذبة ونتيجاتها صادقة. يعني مثلا لو جيت قلت له كل الزجاج يتمدد بالحرارة وكل الحديد زجاج، اذا كل الحديد يتمدد بالحرارة، ماشي، دي حجة صحيحة لان النتيجة بتلزم على المقدمات. لكن هنا القضايا مين اللي صادق ومين اللي كاذب؟ النتيجة بس هي اللي صادقة لكن المقدمات كلها كاذبة زي ما انتوا شايفين. طيب الحجج الفاسدة بقى، ممكن يجي يقول لي كون حجة فاسدة جميع قضاياها صادقة، او ممكن يجي يقول لي القضايا الصادقة لا تضمن بالضرورة حجة صحيحة. ايوه ممكن تكون القضايا صادقة وتبقى الحجة فاسدة، زي كل المعادن تتمدد بالحرارة وكل الحديد معدن، اذا كل النحاس يتمدد بمين؟ بالحرارة، يبقى دي حجة فاسدة لان انا ايه اللي دخل النحاس في الموضوع؟ كده النتيجة لا تلزم عن المقدمات. طيب ممكن يقول لي كون حجة فاسدة جميع قضاياها كاذبة، طيب زي ايه؟ كل الزجاج يتمدد بالحرارة وكل الخشب زجاج، اذا بعض الخشب يتمدد بالحرارة. طب ايه اللي خلاها فاسدة يا مستر؟ انا دلوقتي قلت هنا في النتيجة بعض الخشب يتمدد بالحرارة، لان انا في المقدمات ما جبتش ولا مقدمة فيهم جزئية، كل الزجاج كل الخشب، يبقى كان المفروض عشان تبقى حجة صحيحة اقول كل الخشب يتمدد بالحرارة، لكن انا قلت بعض الخشب يتمدد بمين؟ بالحرارة، فده اللي خلاها حجة فاسدة وجميع قضاياها طبعا كاذبة. طيب ممكن تكون الحجة فاسدة ومقدماتها كاذبة ونتيجتها صادقة، يعني مثلا لو جيت قلت كل الزجاج يتمدد بمين؟ بالحرارة وكل الحديد زجاج، اذا بعض الحديد يتمدد بالحرارة، على الرغم انها حجة فاسدة والمقدمات كاذبة بس النتيجة صادقة، لكن برضو ده ما يمنعش ان الحجة ما زالت حجة فاسدة. طبعا من الحاجات المهمة جدا برضو عندي في الفصل الثاني، ممكن يجي يكلمني على المعرفات او التعريفات واللا معرفات. طبعا المعرفات او التعريفات دي مفاهيم اشتراطية، ممكن يجي يقول لي ايه؟ تعد التعريفات الرياضية تعريفات اشتراطية، فسر. لان العالم بيستخدمها بمعنى محدد ولا يجب ان نختلف معه، لكن بشرط ان هو طبعا يلتزم بها ولا يغيرها الا لو نبهنا لذلك، زي اوكليدس لما قال لنا الخط هو طول بلا عرض، يعني حدد لي هنا ان انا اركز مع طول الخط مش العرض او السمك الخاص بي. طيب اللامعرفات دي مفاهيم يتركها الرياضي دون تعريف ليعرف بها مفاهيم اخرى، ليه؟ عشان التعريفات لا تمتد الى ما لا نهايه. احنا دلوقتي قلنا اوكليدس قال لنا الخط هو ايه؟ طول بلا عرض، يعني انا طلع لي كام لفظ من تعريف الخط؟ لفظين، الطول والعرض، دول بقى ما بيتعرفوش لانهم من اللا معرفات. ممكن يجي يقول لي لا غنى لعالم الرياضيات عن اللا معرفات، او تعد اللا معرفات اساس لبناء المعرفات او التعريفات، تمام. طيب ممكن برضو من الاسئله المهمه في الفصل ده يجي يقول لي تتعدد النظريات الفلسفيه التي تفسر طبيعه الرياضيات، دلل. طبعا النظريه الاولى بترى ان الحقائق الرياضيه دي عباره عن بناء فكري موجود في العقل فقط ويعتمد عليه، يعني دول شايفين ان طبعا الرياضيات دي موجوده في عقل البشر فقط، ما بتخرجش بره عقل الانسان ولا ترتبط بالواقع، بترتبط بالعقل ايه فقط. طب النظريه الثانيه بترى ان الرياضيات كحقائق يعني فكريه زي مثلا الاعداد او الرموز، دي بتوجد او دي عباره عن وقائع مجرده توجد في عالم منفصل عن عالمنا المادي. يعني انا ممكن اعد الاشياء، يعني مثلا زي ما مثلا بعد عدد الطلاب في الفصل، الطلاب نفسهم حاجه واقعيه او ماديه قدامي، لكن الرقم اللي انا بحكم بيه عليهم في الاخر على عددهم ده حاجه منفصله. النظريه الثالثه بترى ان الرياضيات موجوده في اوراق العلماء فقط، يعني نظريات العلماء فقط وليس لها بالواقع اي صله، لان هنا طبعا هم شايفين النظريات اختلفت من عالم لايه لاخر. النظريه الرابعه بترى ان حقائق الرياضيات موجوده فين؟ في الواقع فقط. طيب يعني دول اكدوا ان الرياضيات بتخرج للواقع الفعلي وبنقدر ان احنا نلاحظ الاطوال مثلا، المساحات، الكلام ده كله. طب لو قال لي البديهيه قضيه تحتاج الى ادله وبراهين لاثبات صحتها، غلط، دي قضيه واضحه بايه؟ بذاتها لا تحتاج لدليل او برهان وتعتمد على اتساق العقل مع ذاته. طيب لو قال لي المسلمات لها نفس عموميه البديهيات، غلط، هي حقائق واضحه ويسلم بها الرياضي بس ليس لها عموميه البديهيات، يعني مش بستخدمها في كل العلوم، لا،
استخدامها بيقتصر على علم معين، زي مثلا لما بقول الخطان المستقيمان يتقاطعان في نقطة واحدة فقط، دي مسلمة وخاصة بالرياضيات. لكن البديهية تستخدم في أي حاجة، يعني مثلا زي ما أقول الكل أكبر من مجموع أجزاء. طب ده ما ينفع إن هو يستخدم في الرياضيات، في الكيمياء، في الفيزياء، في الأحياء، في أي علم تاني. طب ممكن يجي يقول لي حدد شروط المسلمات إنها تكون متسقة، يعني لا تتناقض مع باقي النسق عشان ما نوصلش النتائج متناقضة، إن هي تكون كافية للبرهان على النسق، ما تكونش ناقصة أو غير مكتملة أو غير كافية، مستقلة يعني لا تشتق من مسلمة أخرى. طيب بعد كده لو جه قال لي تحتاج البديهيات والمسلمات لمبادئ المنطق، اللي هما مين مبادئ المنطق؟ الذاتية وعدم التناقض والثالث المرفوض. الذاتية طبعا اللي هو الشيء هو نفسه أو ذاته، يعني مثلا ما أقول الطالب هو الطالب، طيب يعني مش ممكن إن هو يكون شيء آخر يتوصف به. طيب لكن قانون عدم التناقض بيرى ان الشيء لا يمكن ان يتصف بالصفه ونقيضها في وقت واحد، زي مثلا ما اقدرش اقول الطالب حاضر ولا حاضر في نفس الوقت. قانون الثالث المرفوض ده بيرى ان انا اما ان اصف الشيء بالصفه او نقيض الصفه ولا يوجد احتمال اخر او احتمال ثالث، زي مثلا اما ان يكون الطالب حاضر او ليس حاضر، هل في احتمال ثالث بينهم؟ اكيد لا. طيب لو جه قال لي الرياضيات هي علم اليقين، طبعا لانها ترتبط بالمنطق خاصة المنطق الاستنباطي. او جه مثلا قال لي اكد راسل على ان الرياضيات اختلطت بالمنطق، لان المنطق اصبح اكثر رياضية والرياضيات اكثر منطقية، يعني الاثنين بقوا يستخدموا الرموز بدلا من الالفاظ فحصل بينهم تشابه. طب ممكن يقول لي حدد خصائص قضايا النسق الرياضي، انها بتعبر عن تحصيل حاصل، يعني محمولها او الجزء الثاني منها لا يضيف جديد لموضوع، لما اقول 1+1=2 انا ما ضفتش حاجه جديده. تعتمد على عدم التناقض بين الطرفين، يعني ما ينفعش ان انا اقول في النتيجه في المقدمات حاجه والنتيجه حاجه ثانيه، يعني ما ينفعش اقول 1+1=3 يبقى ده تناقض. تعبر عن اللزوم المنطقي، لان الشطر الثاني او الجزء الثاني منها بيلزم منطقيا عن الشطر مين الاول. طب لو جه قال لي الرياضيات نسق استنباطي، فسر يعني ايه نسق استنباطي؟ انها بناء عقلي مترابط ومتكامل للاجزاء، لانه بيتكون من مجموعه من المفاهيم والقضايا بتبقى مقدمات، ومجموعه مبرهنات بتبقى هي النتائج، او النظريات هي بتبقى النتائج، وطبعا بيتم استنباط النتائج من المقدمه. طب ليه قلنا نسق استنباطي تحديدا؟ لان اللي بينقلني من المقدمات للنتائج هو الاستنباط. تمام؟ يعني مثلا دلوقتي لو قلت ان مجموع زوايا المربع ده 360 درجه، والمثلث والمربع فيه او ممكن بيشمل على مثلثين بيساوي مجموع زوايا المثلثين، يبقى مجموع زوايا المثلث بيساوي 180 درجه، ده استنتاج اهو. طيب برضو عندنا من الحاجات المهمه جدا في المنطق الرمزي، ممكن ان احنا نتغاضى عنها ونركز طبعا مع المسائل بتاعته بس، لكن في طبعا اسئله نظريه هنا مهمه جدا. ممكن يجي يقول لي وجد العلماء صعوبة في صياغة الحجة باللغة الطبيعية، دلل أو فسر أو علل، بسبب غموض ألفاظ اللغة، تمام، وتركيبتها، يعني في بعض ألفاظ اللغة بتبقى غامضة مش واضحة في الكلام بتاعها، كمان بسبب عباراتها المضللة، إن في بعض العبارات المجازية في اللغة بتبقى مضللة، كمان أسلوبها المجازي الذي يسبب الخلط أو الاختلاط. لو جه قال لي استطاع العلماء ان هم يتغلبوا على الصعوبات دي، ان هم استخدموا الرموز بدلا من الالفاظ، لان الرموز دي حددت معاني ايه واضحه لكل مفهوم، يعني زي رموز الرياضيات كده بنبقى عارفين معناها مش محتاجين ان احنا نختلف فيها، بتوفر عندي الوقت والجهد زي رموز الرياضيات، بتعكس صوره المنطق الذي يهتم بالايه بالعلاقات بين القضايا. دي كانت من اهم الاسئله اللي كانت موجوده عندنا في الفصل الثاني. إن شاء الله هنشوف مع بعض الأسئلة المهمة برضو في الفصل الثالث، خليكم معي. من الأسئلة عندنا المهمة جدا في المنهج، ممكن يجي يقول لي توجد خطوات استرشادية لا تخرج عنها خطوات البحث في المنهج العلمي المعاصر، دلل على ذلك. طبعا مش كتير بياخدوا بالهم من النقط اللي زي دي. أولا الخطوات هي صياغة ووضع الفروض لتفسير مشكلة تحتاج للتفسير، يعني أول حاجة إن أنا بضع الفرض، أدي أول خطوة، بحط احتمال او بحط فرض.
بعد كده استنباط نتائج مترتبة على هذا الفرد ووضعها في صورة رمزية. ان انا بستخلص من الفرد نتائج، طبعا النتائج دي لو اتحققت طبعا هتثبت لي اذا كان الفرد صادق او كاذب. بعد كده التحقق من النتائج عن طريق الملاحظة والتجربة، يعني انا بستخلص النتائج دي من الفرد عشان اعمل على النتائج ملاحظة وتجربة، مش بعمل الملاحظة والتجربة على الفرد نفسه، لا، عن النتائج اللازمة عنه. طيب هنا العلماء لا يستطيعوا اختبار كل عنصر من عناصر النظرية التي ليس لها نهاية، وده بيسبب ان النظريات العلمية بتبقى احتمالية وليست يقينية، لانها قد تتعارض مع الملاحظات الايه المستقبلية. يعني مثلا زي العلماء لما قالوا ان المعادن دي كلها صلبة، طب فيما بعد اكتشفوا حاجة زي الزئبق، ما هو ما طلعش صلب، تمام. طيب بعد كده بيتم صياغة الفرد عن طريق مقارنة الظاهرة التي ندرسها بظواهر ايه اخرى، تمام. لو لقينا الفرد خاطئ طبعا بنستغنى عنه ونبحث عن فروض اخرى. طيب من الحاجات برضو عندي المهمة جدا في الفصل الثالث نموذج كارل هامبل. ممكن يجي يقول لي ايه اهمية نموذج كارل هامبل يعني؟ طيب او ممكن يجي يقول لي يتقاطع في نموذج كارل هامبل هدفان من اهم اهداف العلم اللي هما التفسير والتنبؤ، بالاضافة للهدف الثالث اللي هو التحكم. او يميز هامبل بين نموذجين في التفسير، دلل نموذج الاستدلالي العقلي والنموذج الاستقرائي الايه الاحتمالي. طيب جميل. طب ممكن يجي يقول لي حدد اهم ملامح نموذج كارل هامبل، او حدد اهم ملامح التفسير المحكم الذي وضعه كارل هامبل. هنا هقول له التفسير المحكم، او ممكن يجي يقول لي ايه التفسير المحكم عند هامبل يتم في صورة تنبؤ محدد المعالم، دلل. ان انا لما باجي افسر اي حدث بعتبره نتيجة لحجة، بعتبر الحدث اللي انا عايز افسره ايه نتيجة لحجة. الحجة دي اكيد هيبقى ليها مقدمات، طيب لازم المقدمات دي تحتوي على قانون علمي واحد صحيح على الاقل. وطبعا التفسير فيه لا يختلف باختلاف العلوم الفيزيائية او الاجتماعية او غيرها. طب تعال ناخد مثال دلوقتي، مثلا حصلت ظاهرة، دلوقتي شخص بيسأل لماذا انفجر جهاز الرادياتير في السيارة اثناء الليل، هو استغرب قال لك الليل ده ما فيهوش حرارة عالية. طيب هنشوف الظواهر السابقة على الظاهرة دي، اللي حصل قبل الظاهرة دي. الجهاز كان مملوء بالماء، طيب، والغطاء بتاع الجهاز كان محكم الغلق، والماء كان ماء عادي لم يكن به أي سائل ضد التجميد، وكانت درجة الحرارة منخفضة بشدة. طيب جميل. طب احنا قلنا لازم يبقى في قانون عام، ايه هنا القانون؟ ان هنا حجم الماء بيزداد عندما يتجمد. طب احنا قلنا الماء ما فيهوش حاجه ضد التجميد ودرجه الحراره قارصه البروده، فالماء اتجمد داخل جهاز الرادياتير فحجمه ايه؟ زاد، فده خلاه ينفجر اثناء الليل. طيب ممكن يجي يقول لي التفسير عند هامبل يقوم على اساس سببي، دلل، او يقوم على معيارين، اللي هو الجمع بين الاستدلال الاستنباطي والاستدلال مين؟ الاستقرائي، جمع بينهم هما الاثنين. وان اي تفسير سببي زي ما قلنا لازم ان هو يحتوي على قانون واحد صحيح على الاقل، ولا يختلف باختلاف العلوم الطبيعيه او الفيزيائيه. طيب ممكن يجي يقول لي اشرح نموذج ويليام هويل وكلود بيرنر في المنهج الاستقرائي المعاصر، او يجي يقول لي التجريب اسبق من الفكره عند كلود بيرنر، غلط. هنا طور ويليام هويل المنهج الاستقرائي التجريبي الى المنهج الفردي الاستنباطي، هو اكد ان الفروض بتاتي قبل الملاحظه والتجربه، الفروض بتاتي قبل مين؟ الملاحظه والتجربه وليس العكس. طيب مين اللي ايده في الكلام ده؟ كلود بيرنر، وقال ان الفكره او الفرد اسبق من التجربه. طب الفكره دي او الفرد ده انا هجيبه منين؟ في المنهج القديم كنت بجيبه من الملاحظات والتجارب، طب انا هنا هجيبه منين؟ من التخمين او العقل او الملاحظه التجريبيه. طيب بعد كده استنباط النتائج اللازمه عن الفرد، بعد كده التحقق منها بالملاحظه والتجربه. طيب يبقى انا بعمل فرد بطلع منه نتائج، بعد كده النتائج دي بتحقق منها بالملاحظه والتجربه، لو النتائج جاءت متفقه تمام مع اللي انا كنت بفترضه هيتم التسليم بها. طب لو ما اتفقتش معاها طبعا هتخلى ايه عنها ونبحث عن فروض جديده.
طبعا من اهم مميزات المنهج ده ان هو جمع بين الاستقراء والاستنباط برضو في منهج واحد. طيب من ضمن النقط المهمة جدا هنا عندنا، ممكن يجي يقول لي صح او خطأ مع التعليل، تمام؟ الفروض الصورية في المنهج المعاصر تشير الى اشياء حسية، غلط، بتشير لاشياء لا تخضع للادراك الحسي، تمام؟ زي مثلا الافتراض ان الهواء له وزن وضغط، ده مستمد من قانون سابق ان الماء له وزن وايه وضغط، تمام؟ يبقى مش حاجه حسيه ولا حاجه، لان انا ما اقدرش ازن الهواء او ان انا اشوف ضغط الهواء بشكل مباشر. طب لو جاء لي يتم التحقق من الفرض في المنهج المعاصر بصوره مباشره، غلط، بصوره غير مباشره. احنا زي ما قلنا دلوقتي موضوع ان الهواء يبقى ليه ضغط ووزن، ده ما انا مش هقدر اعمل عليه تجربه مباشره، يعني مش هوزن الهواء. طيب بيتم التحقق من ان الهواء ليه ضغط ووزن ازاي؟ من خلال ارتفاع عمود الزئبق في البارومتر الى 76 سنتيمتر مكعب عند مستوى سطح البحر. طب لو قال لي الفرد في المنهج العلمي المعاصر يفسر دائما ظواهر مفرده، غلط. امال بيفسر عدد من القوانين العلميه الايه؟ السابقه. طيب لو قال لي القابليه للتكذيب او التأييد هي معيار تمييز الفروض العلمية عن غيرها، حلل أو دلل بمثال. طبعا لأن احنا لا يكفي أن نعرف أن الفروض صادقة فقط، لازم نعمل لها تفنيد أو اختبار حسب قواعد المنطق. تعال ناخد مثال دلوقتي، لو جيت قلت المطر لا يسقط في الواحات أبدا، المطر لا يسقط في الواحات أبدا، دي قضية قابلة للتفنيد أو التكذيب. إزاي؟ ان انا دلوقتي ليها احتمال تاني ان المطر ممكن يسقط، لكن لو جيت قلت ايه، اما ان تمطر السماء او لا تمطر في الصحراء، دي لا تقبل التفنيد لان الاحتمالين موجودين، ما لهمش احتمال ثالث. واحنا لسه كنا بنتكلم من شويه على قانون عدم التناقض، القانون الثالث المرفوض، قلنا بيبقى بديلين مفيش بينهم ثالث. طب لو قال لي يتصف العلم بالديناميه والحيويه، لان الملاحظات والتجارب تؤدي الى تخمين مين؟ الفروض، والفروض تؤدي الى النظريات، والنظريات تؤدي الى نظريات جديده. طيب ممكن برضو من الاسئله المهمه يجي يقول لي حدد وظيفه الفرد في المنهج العلمي المعاصر، ده سؤال مباشر. او يجي يقول لي للفرد العلمي وظيفه مزدوجه في المنهج المعاصر، ان هو بيعمل هدفين، تفسير وتنبؤ. تفسير ايه؟ الظواهر التي نلاحظها، والتنبؤ بانهي ظواهر التي لا نلاحظها. يبقى هنا الفرض ده طبعا ليس مجرد تخمين او تفسير مؤقت، لكن بيعتمد على خيال الباحث وعبقريته. طيب برضو من الحاجات المهمه اللي عندي، لو جه قال لي التنبؤ العلمي والمخاطره بتكذيب النظريات احد اهم خصائص العلم المعاصر او المنهج العلمي المعاصر. طبعا القدره على التنبؤ هنا هي الهدف الاهم في العلم، وهي اللي بتميز بين العلم واللا علم. يعني التنبؤ ان احنا قضيه بنحددها وبنقول انها هيحدث فيها حاجه، او القضيه دي نفسها هتحدث، او الظاهره دي هتحدث اذا توفرت شروط معينه. يعني مثلا التفاحه مثلا لما سقطت على الارض عند نيوتن بتنجذب نحو الارض بسرعه محدده، ده فرض اختبره مين؟ نيوتن، وتحقق من صدقه بعد كده. هنا الفرض العلمي المقبول بيترتب عليه تنبؤات محدده يمكن اختبارها، لكن الفروض بتاعت المنجمين اصحابها ما بيتخلوش عنها حتى لو فشلت، لانها اصلا مش قائمه على تنبؤات محدده، لا دي عشوائيه كده، تمام؟ لكن الفرد العلمي طبعا اداه فعاله للتفسير والتنبؤ. طب ممكن يجي لي مثال يقول لي دلل بمثال على دقه التنبؤ، هنقول له طبعا مثال مذنب هالي لما اكد على عوده الايه المذنب بعد 76 عام من ظهوره في السماء، محددا موعد ومكان ظهوره بالتحديد. وفعلا بعد 76 عام ظهر المذنب مره اخرى، بدليل ان هم لقبوه باسم العالم العالم اللي هو مذنب هالي. طبعا لو جه قال لي صح او خطا مع التعليل، تتشابه العلوم في قدرتها على القياس او في قدرتها على استخدام الرياضيات، غلط. انا عندي العلوم الطبيعيه زي الكيمياء والفيزياء، دي بتعبر عن قوانينها بشكل ثابت، زي مثلا سرعه الضوء ثابته، الجاذبيه ليها برضو بتجذب الاجسام بسرعه ثابته. لكن العلوم الاجتماعيه زي علم النفس والاجتماع بتواجه صعوبه في استخدام لغه الارقام او القياس،
يعني مثلا في الفيزياء انا ممكن اقول ايه؟ ينصهر الحديد تحت درجه حراره 1000 درجه مئويه، ده انا حددت رقم. لكن ما ينفعش اعمل الكلام ده في علم النفس او الاجتماع، ما ينفعش اقول العاطفه دي بدرجه معينه او برقم معين. الطبقه، الحاجات دي ما اقدرش اعبر عنها بارقام. طيب، طبعا من ضمن الاسئله المهمه جدا جدا عندي في المنهج، وده هتلاقوه طبعا في الموضوع الرابع في المنطق. وده جزء جديد ومهم جدا، اللي هو عناصر المواطنه الرقميه. تمام؟ ممكن يجي يقول لي تعد عناصر المواطنه الرقميه، تمام، هي المدخل لحل المشكلات التكنولوجيه والتعامل مع الجوانب السلبيه، او يمكن القضاء على سلبيات تكنولوجيا المعلومات من خلال عناصر المواطنه الرقميه. اولا عندنا حاجه اسمها الثقافه الرقميه. دي هدفها استخدام الامن لتعليم الطلاب المعلومات على الانترنت، والمحافظة على حقوق الملكية الفكرية للغير، والتوثيق عند استخدام المعلومات. بالظبط، ان انا لازم يكون عندي الثقافة دي، ان انا طبعا اي مثلا موقع تعليمي او الكلام ده كله، او موقع وزارة التربية والتعليم او الحاجات دي كلها، لازم لما باجي اسجل عليها بيكون ليا اسم وبيكون ليا رقم سري. دي اسمها ثقافة رقمية. فانا عشان أأمن تعلمي على المواقع زي دي، وكمان طبعا المواقع دي بتأمن حقوق الملكية الخاصة بيها لما بتنزل اي معلومات او بنوك معرفة او اسئلة، طبعا لازم تحفظ حقوقها في الاسئلة دي. كمان عندي حاجة اسمها السلوك الرقمي، اللي هو سياسة الاستخدام المقبول اللي بتضعها المؤسسات التعليمية. طبعا بنتكلم بعض من خلال الشاشات يعني، فبالتالي لازم دي بتفرض اللي هو تعامل دائم مع المعلمين او مع الزملاء باحترام حتى لو لا نجتمع معهم وجها لوجه. ولازم برضو احمي خصوصيتي، يعني ما ينفعش ان انا انشر معلومات خاصة بالحساب بتاعي بشكل عام بحيث ان ما حدش ياخدها ويستخدمها ضدي. كمان الصحة والسلامة الرقمية هي التوعية بالمخاطر الجسدية والنفسية الناتجة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية، لأن طبعا ده بيسبب مخاطر جسمية جدا للنظر والعظام، وفي نفس الوقت مشكلة إدمان الإنترنت، إن أنا دلوقتي بقت حياتي كلها مجرد إن أنا قاعد على الإنترنت وسايب طبعا التفاعل بتاعي مع الناس. طيب، وجاء لي وضح كيف يمكن لفلسفة الأخلاق أن تحارب الآثار السلبية لتكنولوجيا المعلومات. طبعا الأخلاق دايما بتهتم بالخير والشر والصواب والخطأ. فلسفة الأخلاق هنا تعمل إيه؟ تنبه على خطورة الجوانب السلبية على الفرد والمجتمع، طبعا عشان الناس كلها تحذر من النتائج السلبية أو الاستخدام السلبي، لأن هنا السلبيات دي ممكن تبقى سلاح يستخدمه أعداء الوطن لتدميره من خلال تدمير الشباب، من خلال الأفكار المتطرفة والهدامة. كمان أهمية الدوافع الدينية والتأكيد على عدم انتهاك الخصوصية الخاصة بالآخرين، أو عدم إلحاق الأذى بالآخرين، ان انا ما استغلش معلوماته وهدده او انتحل شخصيته او الكلام ده كله. ايضا احترامنا للثقافات الاخرى نتيجه التواصل معها على تكنولوجيا المعلومات او على الانترنت لا يعني ان احنا نفرط بثقافتنا العريقه. طيب، طبعا من الاسئله المهمه جدا برضو في الموضوع الرابع، ان ممكن يجي يقول لي الايجابيات الخاصه بتكنولوجيا المعلومات او السلبيات. طبعا الايجابيات بقى اللي هي التواصل بسهوله و تجاوز الزمان والمكان، والتفاعل بين الناس بيزيد، وتقليل العزلة عند كبار السن، واكتشاف أنماط جديدة من التفكير والحوار بين الشعوب. لكن الآثار السلبية إن احنا بننعزل عن أفراد الأسرة مثلا، إن أنا ببقى قاعد ماسك الموبايل أو اللابتوب أو الكمبيوتر أو الكلام ده كله منعزل عن أفراد أسرتي، بيبقى فيها مشكلة زي ما قلنا إدمان الإيه؟ الإنترنت. طيب، كمان انتهاك الخصوصية الفردية، إن أنا ممكن أسطو أعمل سطو على الملكية الفردية. تمام؟ كمان ممكن أحصل على الصور والهويات واستغلها في أنشطة غير مشروعة. يعني ممكن مثلاً أخد صورة شخص ومعلومات عنه وأعمل بيها حساب باسمه وأعمل بيها مشكلات كتير لي. كمان البرامج الخبيثة والضارة اللي هي الفيروسات اللي بتنتقل من حاسب لآخر، ودي ممكن تدمر الحاسبات، وممكن طبعاً بيحصل حاجة اسمها الإرهاب الإلكتروني. طبعا اللي هي الجماعات المتطرفة بتنشر إرهابها أحيانا على الإنترنت، مما قد يهدد الأمن القومي للمجتمعات. طب لو جاء لي مثلا حل الأهم سلبيات تكنولوجيا الروبوت، هنلاقي إنها بتحيل الأفراد إلى التقاعد، تمام، لأنها طبعا هترفع نسبة البطالة، تمام، وممكن تجعل نصف سكان الأرض عاطلين عن العمل خلال 3 عقود، لأن دلوقتي الناس بدأت تستغنى عن الإنسان بالآلة.
فده طبعا بيفقد عدد كبير من العاملين الفرص العمل بتاعتهم. كمان القضاء على الطبقة الوسطى وتساعد الفجوة بين الأغنياء والفقراء، لأن طبعا التكنولوجيا لما دخلت في الاقتصاد خلت طبعا أسعار السلع بتزيد بدرجة كبيرة جدا، فده وسع الفروقات بين الأغنياء والفقراء. كمان الآلات دي ممكن تتخطى البشر في كل المهمات، وممكن تصبح 80% من الأعمال اللي احنا بنقوم بيها في حياتنا آلية دون الحاجة إلى البشر. طيب ممكن يجي يقول لي مثلا السيبرانتيكا علم شمولي حلل. اه طبعا، لأنه بيهتم بدراسة عمليات الاتصال أو تلقي مين المعلومات ومعالجتها وتبادلها مع بعضها البعض، يعني زي مثلا تتبادل التعامل أو التفاعل مع الآلة زي لما بتتعامل مع الهاتف المحمول أو مع الحاسب الآلي أو الكلام ده كله أو الأجهزة المختلفة. طيب برضو من النقط المهمة جدا عندنا هنا، ممكن يجي يقول لي يعتمد الحاسوب في تصميمه المادي على استخدام الثوابت المنطقية حلل. اه طبعا، بيستخدم الروابط اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده زي رابط الوصل اللي هو رمز النقطة ورابط الفصل اللي هو رمز حرف الفي. طبعا هنا الثوابت المنطقية دي إبداع تركه علماء المنطق الرمزي، وطبعا من أشهرهم العالم جورج بول. طيب ممكن يجي يقول لي العلاقة بين المنطق والذكاء الاصطناعي ثابتة إلى حد ما. اه طبعا، لأنه على مر تاريخ الذكاء الاصطناعي هنلاقي إن هنا العلاقة بينهم أساسية، والمنطق ده ركيزة أساسية في الذكاء الاصطناعي، وبالتالي بيستخدم علماء المنطق قواعد المنطق دي في حل كثير من مشكلات الذكاء مين الاصطناعي. طيب طب ممكن يجي يقول لي انقسم العلماء إلى فريقين بين مؤيد ومعارض لأهمية المنطق في الذكاء الاصطناعي. طبعا علماء المنطق أيدوه رغم إن كان في بعض المشكلات، تمام، يعني مثلا إن هو ما قدرش يتغلب على التفكير بالحس المشترك أو الكلام ده كله، بس هو قال لك لازم نستخدم قواعد المنطق حتى لو مش دي الطريقة اللي بيفكر فيها البشر. طب الفريق المعارض اللي هم علماء مين؟ النفس. دول تبنوا الاتجاه السيكولوجي أو النفسي، وكانوا قالوا ان الذكاء الاصطناعي ده هيبقى ناجح جدا لو قدرنا نتغلب على صرامة وشدة مين المنطق. لكن طبعا الفريقين كان ليهم نقد، الاولاني زي ما قلنا ما حلش المشكلات اللي هي بتواجه الذكاء الاصطناعي. طبعا الفريق ده اللي هو العلماء المنطق زي مثلا عالم زي جون ماكارثي اللي اكتشف التفكير الغير رتيب عشان يحل مشكلات المنطق واللي هنتكلم عنه دلوقتي، وكواليسكي واللي قال ان في لغه واحده بس هي اللي بتصلح للتعبير عن المعلومات، هي لغه المنطق الرمزي او المنطق المعنوي. طيب طبعا هنا ممكن يجي يقول لي تتعدد ادوار المنطق الرمزي في الذكاء الاصطناعي. اه طبعا، لان لا يكاد يخلو اي نظام ذكي من المنطق الرمزي. وكمان علماء الذكاء الاصطناعي اعتمدوا على عنصرين مهمين جدا في المنطق اللي هم اللغه المنطقيه الرمزيه واليات الايه الاستدلال. يعني هم طبقوا حاجتين مهمين جدا في المنطق اللي هي الرموز بتاعته وطرق الاستدلال، ودي اللي هتساعد الاجهزه ان هي تستدل على اوامر مين الانسان عشان يقدر يتعامل مع الجهاز او الحاسب الايه الالي. طيب طبعا من النقط المهمه برضو اللي عايزين نتكلم عنها التفكير الغير رتيب والتفكير المرن. التفكير الغير رتيب طبعا ان التفكير العادي كان بينتقل من مقدمات الى نتائج، لكن التفكير الغير رتيب ده بيقفز من المقدمات الى نتائج مباشره، يعني دون حاجه الى معارف كامله. يعني مثلا زي لما بنيجي نعمل بحث كده على الانترنت، يا دوب ممكن نكتب حرف او حرفين وده يظهر لنا البحث اللي احنا عايزينه. يعني مثلا لو كتبت كلمه ايه حرب، ممكن يجيب لي حرب اكتوبر، حرب مش عارف ايه. طيب اما المنطق المرن ده منطق متعدد القيم، لانه بيحتوي على اكثر من قيم الصدق والكذب اللي كانت موجوده في المنطق الثنائي. معنى كده ان هو بيستخدم في مجالات زي مثلا الاطوال. انا لما هاجي احكم على الاشخاص مش هقول ده طويل وده قصير فقط، لا، هقول ده طويل، ده شديد الطول، ده متوسط الطول، ده قصير القامه، ده قصير جدا، وهكذا. مش كده سموه المنطق المرن او المنطق متعدد القيم. طبعا احنا لازم ان احنا نهتم بكل النقط، احنا قلنا طبعا اهم النقاط، عشان كده لازم نهتم ببقية النقط كويس جدا، ولازم نتدرب على حل الأسئلة. وان شاء الله بالتوفيق لكل طلاب الثانوية العامة، ان شاء الله ربنا معاكم ووفقكم.
وتحصلوا على أحلى الدرجات.